رؤيا في دقيقة. الصناعة الدفاعية التركية تجري تحسينات جديدة على الطائرة المسيرة محلية الصنع أنكا أكسونغور، والتي يمكنها نقل حمولة تزن أكثر من 700 كيلوغرام من الصواريخ الموجهة والذكية. رئيس الصناعات الدفاعية التركية يؤكد أنهم تمكنوا مؤخرا من إجراء اختبار على نظام PUHU المحمول لاكتشاف الطائرات بدون طيار والتشويش عليها، مؤكدا أن العمل جار على تسليم السلاح للجيش نهاية هذا العام. وزير النقل والبنية التحتية عادل قرة أغلو يشير أنه يتم التخطيط لتشغيل خط المترو كايتاني غايرت تيبي المؤدي إلى مطار إسطنبول الجديد مع نهاية إبريل القادم. عضو حزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي ساري آيدن تقول إن المهاجرين الأجانب والسوريين استثمروا خلال 7 سنوات 3.5 مليار دولار وساهموا في توظيف 100,000 مواطن تركي. مبيعات سيارات الركاب والمركبات التجارية في البلاد تقفز إلى 115.8% على أساس سنوي. تركيا في دقيقة.